المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد فيتشسلاف ماتوزوف، المحلل السياسي الروسي من موسكو. أهلا بك سيد ماتوزوف. مرحبا مرحبا، مرحبا بك. بداية، كيف ترى ترحيب الكريملين بسيطرة قوات الجيش السوري على المناطق الكردية؟ هذه المناطق ليست كردية برأيي، هذه مناطق سورية أصيلة، لأن سيادة السورية تنتشر في كل أراضي سورية. كانت هذه الأراضي تسيطر فيها قوات الأمريكية، وبعد القرار دونالد ترامب انسحاب من تلك الأراضي، وأصبحت مشكلة الوجود المسلحين الأكراد التي كان يعتمد على دعم عسكري وسياسي وإعلامي أمريكي. اليوم فقدوا هذه الإمكانية، وطبعا الآن يجري مفاوضات مع منظمات المسلحة الكردية حتى يسلموا السلاح إلى جيش العربي السوري، وجيش العربي السوري يدخل أراضي التي كانت أمريكا موجودة فيها ومنعت الجيش العربي السوري أن ينتشر صلاحياتها. والآن كل شيء ترجع على في أطار القانون الدولي، في أطار احترام السيادة الدولة السورية على كل أراضي سورية. هذا هو لما يجري. دور تركيا، تركيا تصر على نزع السلاح من منظمات المسالحة الكردية، وهذه النوايا كذلك لدي السلطة السورية. جيش العربي السوري إذا بيدخل المناطق وفيها المسلحين مش مندبتين مع السلطة السورية، هذا الصورة غير المقبولة. وعلى هذا الأساس الآن يجري المفاوضات في دمشق مع المنظمات الكردية حتى كيف وهم ينزلوا سلاح. بالنسبة لمنبج الذي قد دخلت القوات المسلحة السورية في دواحي في ريف المنبج، ريف الغربي، بمرافقة القوات البوليس العسكري الروسي حتى يمنع اشتباكات مسلحة مع الأتراك متواجدين في هذا المكان، وينتظرون انسحاب الأمريكي. نعم. وانسحاب الأمريكي لابد منها، لأن في قرار دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة، ونحن ننتظر مع الأتراك كما بين المفاوضات مستمرة، ووزير الدفاع ووزير الخارجية وأمن رئيس الأمن التركي قد وصلوا إلى موسكو ويتفاوضوا مع موسكو على تفاصيل حول كيف يتصرف تركيا في هذه الظروف، لأن تركيا كانت تهدد حربا ضد منظمات المسلحة الكردية في أراضي سوريا. أشكرك، اتضحت وجهة نظرك السيد فيتشسلاف ماتوزوف، المحلل السياسي الروسي، كنت معي عبر الهاتف من موسكو. شكرا جزيلا على هذه المداخلة.